اتكلم معاك عن الكرة دلوقتي وعن النادي الاهلي وعن منتخب مصر، بس خليني الاول افتكر معاك وارجع بيك فلاش باك. مش عايز اكبرك قوي بس 20 سنه ورا كده. فلاش باك قوي. وبدايتك مع الاهلي، انت ابتديت مع الاهلي 99 مظبوط؟ فيرست تيم. اتقيت 99، انما انا مع النادي من 96 تقريبا، متصعد فوق وكنت ناشئ ومتصعد من 96. يمكن الناس ما تعرفش ان انا حضرت كابتن احمد شوبير، حضرت كان في حارس معانا اسمه تبان سوتو لو حد يفتكر. طبعا كابتن ايهاب جلال الحارس، مش كابتن ايهاب جلال اللعيب بتاع الاسماعيلي. اتصعدت معاهم 3 سنين، واول سنه اتقيد فيها كانت 99. قعدت من 99 ل 2003 ومشيت في اخر موسم 2003. اكتر حاجه بتميز الفتره اللي قضاها كابتن احمد فوزي بفانيلة نادي الاهلي؟ يمكن اكتر حاجه بتميزنا ان احنا كنا فرقه تلامذه زي ما بيقولوا، كنا كلنا ناشئين من الفرقه من النادي، يعني ما كانش معانا حد كبير. كابتن هادي خشبه، كابتن وليد صلاح الدين، يمكن كان معانا كمان كابتن اسامه عرابي في اواخر ايامه، كابتن محمد يوسف، يمكن خمس ست عصام، بس عصام برضو كان ساعتها لسه صغير 27 سنه، ما كانش كبير قوي. وائل جمعه حتى لما جالنا صغير السن، شادي محمد جالنا صغير السن، كنا كلنا بعد كده فرقه، كلنا طالعين من الناشئين مع بعض، كان عندنا حب النادي الاهلي والانتماء للنادي الاهلي اهم من اي حاجه، وده اللي مش موجود دلوقتي. انت شايف انه فكره الانتماء للنادي او حب النادي او حتى بين قوسين كده ابن النادي مصطلح ما يعرفوش الجيل ده من اللاعبين؟ اكيد اكيد. ابن النادي دي مش اي حد، على فكره مش لازم يكون من، مش لازم يكون موجود في النادي، مش لازم يكون متربي في النادي. ابن النادي دي ابن مبادئ النادي الاهلي، اترباها عند ابوه على طبليه ابوه، وجه لقى موجوده في النادي فاتطعم بها زياده. ممكن يكون لعيب مش يعني ما عندوش اخلاق في بيته. طب انا هقول لك حاجه، تريكا لما جه النادي الاهلي متربي تربيه نظيفه، لما جه شرب اخلاق النادي واتطعم بها زياده. صحيح. قيس على ذلك عماد النحاس نفس القصه، قيس على ذلك وائل جمعه، قيس على ذلك شادي، قيس على ذلك بركات. لعيبه كتير جت من بره ولكنها متربيه صح في بيت ابوها، لما جت النادي عرفت يعني ايه اخلاق وقيم ومبادئ النادي الاهلي. في لعيبه كتير وخصوصا في الجيل ده احنا. طب برضو عشان اقول لحضرتك، احنا لما ظهرنا كان اول تعاملنا مع ناس الله يرحمهم دلوقتي، يعني ربنا يرحمهم، احنا حضرنا كابتن صالح الله يرحمه، حضرنا كابتن عوض، طبعا كابتن كان بيمرنا كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه، كابتن محسن صالح، كابتن ابراهيم عبد الصمد، الوحيد اللي من الجيل السابق عنده اخلاق ومبادئ النادي الاهلي ولسه بيمرن لحد دلوقتي، ربنا يديله الصحه. المدربين كابتن احمد عبد الباقي، انا اول ما اشتغلت وانا 11 سنه كان ماسكني كابتن مصطفى عبده، تخيل بقى، تخيل كشخصيه يعلمك ايه. طبعا كابتن مختار قعدت معاه 4 سنين. دول المدربين اللي مسكونا في الناشئين، كابتن احمد عبد الباقي، انت متخيل دول هيربوا ايه؟ طب تسمح لي اقول لك حاجه؟ اتفضل. يمكن المعادله والحسابات مختلفه، يعني في ناس كتير جدا، وانا عارف يعني بدون ذكر اسماء، بس انا عارف نجوم من العيار الثقيل في النادي الاهلي اتعرض عليهم ان هم يسيبوا النادي واتحطت لهم شيكات على بياض ومبالغ بال7 ارقام، ورغم كده رفضوا وتمسكوا بالنادي الاهلي. في ناس بتحسبها بـ 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 بالانجاز، بالقدره على الانجاز، وانت بتنتمي لكيان زي النادي الاهلي في مجد وشهره ورصيد كبير جدا من نجاحات هتفتخر بيه. في ناس بتحسبها حب الناس، يعني انا النهارده لما بقى قاعد وحاسس ان في 70 80 مليون بس جوه مصر بيحبوني وحاطيني في حته لوحدي وبيدعوا لي وهيفضلوا يفضلوا حتى شايلين. بعد ما بطل كوره يعني، وكم من نجوم النادي الاهلي بطلوا كوره من زمان وما زالت الجماهير النهارده حطاهم في مكانه خاصه جدا. دي حسبه ثانيه، وفي ناس ثانيه بتحسبها فلوس بس. طيب ايه المانع ان كل واحد يحسبها بحساباته؟ طيب احسب زي ما انت عايز، بس الرد الفعل انت اللي هتستحمله لوحدك. بمعنى انا اخترت الفلوس، خلاص يبقى انا مختار الفلوس. الجماهير زعلت مني، هستحمل غضبها. في لعيب هي لو بنتكلم